الحلو كمان اسم انك تقدر تتمرن حتى اذا كانت عندك اصابه. فاليوم راح نعرف شلون. السلام عليكم شباب، فرق ديوكم AKA سكوربيون، واليوم راح نحكي عن موضوع الإصابات وشون تقدر تتمرن إذا عندك إصابة. قبل كل شيء أنا مسوي فيديو، هذا هو الفيديو، حاكي بيه عن الإصابات وشنو هو نوع الإصابة. فشوف على متعرف الفرق بين الإصابة وبين مجرد إنه ألم دا يصير عندك، لأنه مو كل ألم هو إصابة. بالأسبوع الفات تصير وياي مشكلة بالساعد الأيسر مالتي، إنه العصب الموجود هنا كلش دا يحرقني، حتى هسه المنطقة من لازمها يعني خدرانة، السبب بأنه العضلة اللي تكون شادة عليها، العضلة اللي تكون شادة عليها، وبالتالي العصب دا ينتلني دا يحرقني، تكون انه كهرباء، فما اقدر افتح ايدي كاملة، ما اقدر اسوي هيك الايدي حيل. طبعا الحديد اذا ايدك ما تقدر تفتحها كامل راح يأثر على تمرين هواي عضلات، وراح يأثر بشكل عام على هواي تمارين ما راح تقدر تمرنها. فالمعنات هذا انه لازم ابطل وعوف الحديد. معظم العالم يسوي هذا الموضوع، معظم العالم يتركه يقول انه عندي اصابة خلي اتركها لما تتعالج. وانا هنا اليوم اقول لك انه انت هذا الشيء بدك تسويه غلط. قبل كل شيء ما يصير انت تعوف الالم وتنتظر لما هو يروح بكيفه، لازم انت تسوي شيء تعالجه. فانا اللي دا اسوي انه دا احاول ارخي هاي العضله الشاده اللي دا تضغط على العصب مالتي. الشغله الثانيه نجي من ناحيه التمرين. الحلو كمان الاسامي، احنا قلنا حتى تكبر العضله تحتاج تخلي عليها جهد، مو وزن، جهد. الوزن هو نوع من انواع الجهد. ثم قلنا الجهد ممكن يكون هواي، ممكن يكون الدفعات اكثر، سيتات اكثر، ممكن يكون فتره راحه اقل، ممكن تكون خلي تمرينين سوا، يعني كل هاي الامور اللي احنا حاكي بها قبل. فهذا هو بالضبط اللي احنا راح نسويه اليوم. فالبارحه كان عندي تمرين صدر، وانا جدا اتمرن دا يضايقني كلش، ما اقدر اثني ايدي حيل لحد هنا اوصل، لانه يضغط على العضله وبالتالي يؤذيني، وما اقدر افتحها كامل. فاللي سويته وانا جدا اتمرن قلت خل اسوي لكم هيك فيديو، حتى صورته في الموبايل على مود تشوفون، فخطرت ببالي فكره. فاول شغله تقدر تسويها هو انك تروح تشوف لك فد بديل معين. اول ما بديت رحت على السميث ماشين، حاولت انه ادفع بالسميث ماشين، ما قدرت، فسويت رحت على غير تمرين، رحت جربته بالدمبلس، شفت الدمبلس انه كان اسهل علي، لكن نفس الوقت ما قدرت انزل كامل. فاللي سويته شنو، انه نزلت وصلت للمرحله اللي حسيت انه راح يبدي ياذيني، هنا توقفت وبديت اصعد كامل. نفس الشيء من بالصعود، شفت نفسي وين انه اقدر اصعد، شفت نفسي انه اقدر اصعد كامل، ما عندي مشكله، فظليت اخذ بيه. احنا قاعدين ضروري دائما الحركه كامله، لكن بما انه انت عندك فد ظرف معين حاليا، اذا الامر راح يختلف عندك. فاول شغله تقدر تسويها انه تتلاعب بحركه التمرين، وصل للمستوى اللي بعد ما يأذيك وتروح تتمرن عليه. الشغله الثانيه اللي تقدر تسويها بما انه انت تروح الحركه اقل، فاللي تقدر تسويه انه تزيد دفعات. فهذا اللي سويته، ما كان ما اخذ اني 8 دفعات او 10 دفعات، قمت اصعد 15 دفعه او 17 دفعه او 20 دفعه. ليش؟ حتى ازيد هذا الجهد الموجود على العضل. فتذكر دائما انه انت تتمرن بذكاء، انت تستلم مسؤوليه جسمك بنفسك. هاي واحده من الشغلات اللي تقدر تسويها. الشغله الثالثه اللي تقدر تسويها انه نوبات مثلا اكثر من تمرين ما تقدر تسويها، ومثلا الحركه تكون همينها كلش قليله بحيث تحسها ما بيها فايده. فلما انه لقيت لك التمرين اللي صدق شويه زين قدرت بيه، اللي تقدر تسوي تزيد عدد الجولات مالتك. ما كان ما انت تاخذ 4 سيتات، روح اصعد 6 سيتات، 8 سيتات، اطلع من المعتاد، اطلع من القوقعه اللي انت متعود عليها بالتمرين. دائما انا اخذ 3 سيتات او 4 سيتات واعوف التمرين، لا، فكر انه انت تطلع من هذا الموضوع. ان شاء الله اللي خليها من تقدر تسويها انه من رحت اخذ بوش اب، بما انه قلت اني هاي ما اقدر اسوي، ما اقدر ادفعها هيج، اللي سويته شنو؟ قلت اوكي شلون اخلي ايدي عدله من اخذه على قبضه. فهذا اللي سويته، انه انا ما كان ما اخذ التمرين طبيعي، حاولت اسويه على القبضه وقدرت انزله على كيفي واصعد. فدائما حاول انه انت تتمرن بذكاء، دائما تفكر بانه شلون اقدر افتر على موضوع الاصابه. تذكرون اني قايل بانه انت مثل مي بنهر، والاصابه مالتك والالم مالتك هو صخره بنص هذا النهر. المي يجي يطخ الصخره يلتف ويكمل طريقه، فانت نفس الشيء، انت ماشي بطريقك، من جتك اصابه مو تطخها وتوقف تستسلم، لا، تفتر حولها، تشوف شنو اكو الحيل اللي تقدر تسويها وتكمل بطريقك وتكمل ترجع تتمرن. فهي بعض النصائح اللي انت تقدر تطبقها بتمرينك مهما كانت الاصابه مالتك. ارجع اقول انه بنفس الوقت بين ما انت تتغير بهذا التمرين تروح تعالج الاصابه مالتك. فعلى العموم هذا اللي كان عندي بهذا الفيديو، ان شاء الله استفاديتوا من النصائح مالتي. مثل كل مره سوي لايك سوي كومنت سوي سبسكرايب اذا ما مسوي بالقناه، وضفنا لها شغله جديده واللي هي فعل الجرس، ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي.